السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. محاضرة رقم 21 اللي هي Treatment of Class 1 Mal Occlusion. Class 1 Mal Occlusion مر علينا سابقا وخضناه بأكثر من محاضرة، سواء كانت من محاضرات المرحلة الرابعة أو حتى محاضرات المرحلة الخامسة. إذا تذكرون بأول محاضرة بالمرحلة الرابعة قلنا إحنا أكو شيء اسمه الـ Angle Classification، اللي هو فد Classification أولي، فد Classification بدائي ومهم، لأنه على أساسه اتطور الـ Classification of Malocclusion. شنو الـ Angle Classification؟ هو بأنه اعتماداً على المولر Relationship واللاين أوف أوكلوجين قسمنا الى انواع المال اوكلوجين الى ثلاث انواع: كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3. كلاس 1 المولر ريليشن شيب بالميزوبكال كاسب اوف ذا ابر مولر اوكلود ان ذا بكال جروف اوف ذا لوور مولر، لكن اكو خلل باللاين اوف اوكلوجين. كلاس 2 اكو تقدم بالابر مولر على اللوور مولر، والكلاس 3 اكو تقدم باللور مولر على الأبر فيرست مولر، بمعنى تقدم يعني هي تصير أمامها، سواء كان هذا التقدم تقدم المولر أو رجوع الأبر الأوبوزيت مالته. وبعد يتطور مفهوم الكلاس 1، يعني ما بقينا على نفس فكرة الكلاس 1 اللي صنع أنجل اللي اخترع أنجل، قلنا لا هذا الموضوع اتطور وأكو أجفت فد نظريات جديدة، قلنا ما نعتمد على المولر، قمنا نعتمد على الكناين ريليشن شيب، وعرفنا انه الكناين هم بي كلاس 1 و 2 و 3. وبعد قمنا نعتمد على الانسايزرز بريتش ستاندرد انستيتيوت اوف كلاسيفيكيشن، قلنا اكو كلاس 1 انسايزر، كلاس 2 انسايزر، ديفيجن 1 وديفيجن 2 كلاس 3. وما توقفنا يم هذا الموضوع. لما بدت هاي السنة خضنا محاضرة بالتدريب الصيفي، راح شوية نطلع لكم صورة بيها مهمة إذا تقدرون تراجعوها، وضحت لنا شوية تفاصيل المال أوكلوجين أكثر. وبعدين خضنا محاضرة الكلينيكال إكزامينيشن اللي تعتبر أهم محاضرة بالنسبة لكم، هاي يكون تدرخوها محاضرة الكلينيكال إكزامينيشن واللاترال سيفالو، ذني من أهم المحاضرات بالعملي وحتى من أهم المحاضرات بالنظري. ما بقينا نعتمد فقط على الأسنان بالمال أوكلوجين، كنا نعتمد على البروفايل، كنا نعتمد على السوفت تشو ريليشن شيب، وهكذا. دني مواضيع ممكن ترفرشون شوية، تقلبون المحاضرات القديمة، راح تلاحظون انه هاي المحاضرة سهلة اذا راجعتوا شوية المحاضرات السابقة، ومحاضرة صعبة اذا ما قريتوا المحاضرات السابقة. مع هذا أنا كل معلومة تمر علينا راح أحاول أذكركم وأدليكم هي المعلومة وين تكون موجودة. of class 1 mal occlusion، أو يعني لو نسمي المحاضرة اسم management of class 1 mal occlusion أتوقع يصير ألطف، لأنه ضمن هاي المحاضرة إحنا سوينا management للكلاس 1 mal occlusion، ما تطرقنا كلش بشكل موسع للتريتمنت وأنواع التريتمنت وشلون مثلا نثبت البراكيتات على الأسنان بالفيكست وهكذا، مجرد إنه سوينا management، خضنا الحالة من الساين والسيمبتومز مثلا مات المال اوكلوجين، الايتيولوجي هم خضنا، شلون نسوي لها دايجنوسيس مثلا، شلون نسوي لها مانجمنت كتريتمنت بالريموفابل والفيكست. كديفينيشن للكلاس 1، كلاس 1 مال اوكلوجين از ذا موست كومن تايب اوف مال اوكلوجين اوبزيرفد ان موست بوبوليشن جروب، اكثر نوعيه مال اوكلوجين اذا اقارن الكلاس 1 مع الكلاس 2 ديفيجن 1 و 2 والكلاس 3، أكثر نوعية موجود هو الكلاس 1. ممكن هاي تجي بالامتحان، دير بالكم. Angles class 1 mal occlusion is a condition in which malalignment of teeth is present with a class 1 molar relationship. Angle classification، اللي ناسي Angle classification of mal occlusion، وهذا صورة حجي Angle. الانجل كلاسيفيكيشن اعتمد على نقطتين، ركزوا خاف ناسين هاي المعلومه، مو اعتمد فقط على المولر ريليشن شيب، اعتمد على المولر ريليشن شيب واعتمد على اللاين اوف اوكلوجن. مثلا كلاس 1 مع الاوكلوجن
normal relationship of molar but line of occlusion is incorrect. وشنو هو line of occlusion؟ تقدرون انتو تراجعوا. كمثال crowding, rotation, spacing وغيرها من المشاكل. بالمحاضرة الجاية راح نبدأ ناخذ الكلاس 2، بعدها راح ناخذ الكلاس 3 إلى أنه نكمل المنهج إن شاء الله إلى نهاية السنة. It may be present. It may present with a variety of tooth malposition such as crowding. ممكن الكراودينج يرتبط مع الكلاس 1. Spacing أيضا ممكن يرتبط مع الكلاس 1. Rotations لبعض الأسنان. Bimaxillary protrusion. Bimaxillary retrusion. Cross bite and open bite. ذن الحالات كلهن ممكن ألقاهن ويا كلاس 1 مال أوكلوجن. شنو الفرق ما بين سؤال لكم البروتروجن والبروكلاينيشن؟ هاي من المعلومات المهمة اللي لازم تعرفوها. البروتروجن انه البون مع الاسنان متقدمة كلها قطعة واحدة، بحيث السن محافظ على الزاوية مالته ويا من؟ ويا الاس ان. تتذكرون اكو فشي باللاترال سيفالو قلنا اكو زاوية سميناها ابر 1 تو اس ان اللي مقدارها 104 ديجري. هاي ال 104 ديجري هاي الزاوية يعني توضح لي هل انه الانسايزر صار بي بروكلاينيشن او صار بي ريتروكلاينيشن، احكي على الابر انسايزر طبعا وغيره. واللور ايضا الزاوية، للتذكير الزاوية مات اللور كانت اسمها IMBA angle. IMP وليس BA. incisor mandibular plane angle. حاولوا تراجعون اللاترال سيفالو هاي الفترة مقدارها 95. ايضا توضح لي ال بروكلاينيشن او الريتروكلاينيشن مات الاسنان. فشنو الفرق هسه ما بين، ما نريد نطلع من الموضوع، التفتوا لي هنا شويه. الفرق ما بين البروكلاينيشن والبروتروجن، هذا بروتروجن هذا بروكلاينيشن. بروكلاينيشن اكو تيبينج ليبيالي، بينما الريتروكلاينيشن لا. مثلا الكلاس 2 ديفيجن 2 الانسايزر ايش راح يصير بيه؟ ريتروكلاينيشن يكون راجع الزاويه مالته، فلازم تفرقون بهذا الموضوع. Therefore, class 1 malocclusion may include those where the anterior-posterior occlusal relationship is normal, but there is a discrepancy either within the arch, مثلا اكو crowding, spacing, او اكو مشاكل بالtransverse او مشاكل بالvertical relationship ما بين two arches. شنو شنو الترانسفيرز وشنو الفيرتيكال؟ ارجع اذكركم، شوف هاي المحاضره بيها هوايه معلومات معاده. هذا الرسم هذا خضناه بمحاضره التدريب الصيفي اللي قلنا كل مشاكل التقوي، خلينا نقول كل مشاكل المال اوكلوجن ممكن حصرها بهاي الصوره. ممكن يكون عندي مشاكل ضمن الترانسفيرز، ممكن يكون عندي مشاكل ضمن الساجيتال، ممكن يصير عندي مشاكل ضمن الفيرتيكال. الساجيتال اللي هو الانتيريو بوستيريور يصير عندي كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3. الترانسفيرز اللي هو العرضي مات الارتش ممكن يصير عندي كروس بايت، ممكن يصير عندي سيزر بايت، ممكن يصير عندي سمول ماكسيلا مقارنه بالماندبل. والفيرتيكال هو ديب بايت او اوبن بايت. اللي يريد يوضح هنا الترانسفيرز بعض الاحيان يكون طبيعي عند المريض، ولكن عفوا الانتيريو بوستيرير يكون طبيعي عند المريض لكن هنالك خلل بالترانسفيرز. يعني هم كلاس 1 اكو لكن اكو كروس بايت، او اكو كلاس 1 واكو اوبن بايت، او اكو كلاس 1 واكو ديب بايت. Management of class 1 malocclusion is aimed to correct the malocclusion present while maintaining the existing class 1 molar relationship which is considered to be normal molar relationship. يعني تحاول قدر الامكان لما تحاول تصلح المشاكل الموجوده المرتبطه بالكلاس 1 مال اوكلوجن انه ما تخربط
الكسب تو فورس ريليشن شيب ما بين الاسنان، مو كلش اهتم الى موضوع الكلاس 1 مولر ريليشن شيب بقدر اهتمامي لموضوع الكسب تو فورس ريليشن شيب. يعني مثلا لما يكون عندي كراودنج يعني ممكن اضطر اقلع، فممكن اخربط المولر ريليشن شيب، اخربط المولر ممكن احولها الى كلاس 2 او احولها الى كلاس 3، ممكن مو اكيد من الممكن، لكن لازم احافظ على الكسب تو فورس ريليشن شيب، لان بدون الكسب تو فورس ريليشن شيب اذا كانت الاسنان كسب تو كسب مثل ما ذكرنا بالمحاضره السابقه ما يقدر المريض ياكل، يصير عنده مشاكل بالتي ام جي، ممكن يصير عنده شيفتنج بالماندبل وغيرها من المشاكل. عندنا ذني الصور اللي هن كلهن يعتبرن كلاس 1 وبمختلف انواع المال اوكلوجن. مثلا يلا نجي انا وياكم هاي الصوره الفوق، ايش تتوقعون المريض عنده؟ المريض عنده كراودنج وعنده كلاس 1. الصوره الجوا سبيسنج كلاس 1، هاي الصورة هم عندها كراودينج لكن نريد نوضح لك انه اكو روتيشن ببعض الاسنان، اذا روتيشن وذ كراودينج وذ كلاس 1، ممكن ايضا كروس بايت ببعض الاسنان تكون موجودة. هاي الصورة الفوق وهاي واضحة وضوح الشمس، اكو انتيريور اوبن بايت زائد كلاس 1 مولر ريليشن شيب، هنا اكو كروس بايت زائد كلاس 1، هنا باي ماكسيلري بروتروجن، يعني هم الماكسيلا كله باكج وحدة متقدم وهم الماندبل وياه متقدم، فمحافظة على العلاقة الريليشن شيب مات المولر مع بعضها البعض. مثلا بالكلاس 2 راح نلاحظ انه على سبيل المثال اما يتقدم الماكزيلا وحدة او يرجع الماندبل وحدة او اثنيناتهم، هم يتقدم الماكزيلا وهم يرجع الماندبل. بالكلاس 3 راح نشوف العكس، هم الماندبل ممكن يتقدم وحدة، الماكزيلا ممكن يرجع واحدة، او يكون تقدم الماندبل مع رجوع الماكزيلا في آن واحد، وهذا يحدد السيفيريتي مات الكيس. بالكلاس 1 لا، راح يتقدم الاثنينات، فنقول باي ماكزيلاري، باي ماكزيلاري يعني ماكزيلا اند مانديبولار بروتروجن، او ماكزيلاري اند مانديبولار بروتروجن. بهاي الحالات كلها عندي كلاس 1 مولر ريليشن شيب. Etiology of class 1 mal occlusion، هذا الموضوع ايضا مر علينا سابقا، لكن للتذكير الايتيولوجي يعني من هو اللي يسبب الكلاس 1 مال اوكلوجن. راح ناخذه بالكلاس 1، راح ناخذه بالكلاس 2 ديفيجن 1، راح ناخذه بالكلاس 2 ديفيجن 2، راح ناخذه بالكلاس 3. الايتيولوجي اذا تتذكرون قسمناه الى سكيليتال، قسمناه الى سوفت تشو، وقسمناه الى دنتال، وايضا اكو تقسيم ثاني للايتيولوجي اللي هو جينيتيك وانفايرومنتال، واكو في شيء اسمه لوكال فاكتور هم ممكن نذكره ضمن الايتيولوجي اوف مال اوكلوجن. السؤال اللي سالناه للطلاب الموجودين بالقاعه هو ايهما تاثيره اعلى على الكلاس 1 مال اوكلوجن، ايهما يسبب لنا كلاس 1 مال اوكلوجن، هل هو السكيليتال، هل هو السوفت تشو، او هل هو الدنتال؟ والطلاب الموجودين على الرغم انه العدد الموجودين كان قليل، وهذا الشيء بصراحه كلش يعني انقهرت من عنده، انتم هاي نهايه السنه اخر محاضرات راح ناخذها، هاي المحاضرات مهمه فلازم الحضور يكون جيد على مود تستفادون، لانه مهما يكون اكو شرح باليوتيوب لكن حضورك بالقاعة مع الفعاليات اللي نسويها، مع التوضيح اللي على الصبورة، مع النقاش اللي يصير، هذا راح يخلي المادة تثبت بالدماغ. أنا أدري قاعد تمرون بظروف صعبة، ظروف امتحانات، بصراحة أنا شفتكم قاعد تقرون بالممرات، واللي ختل ورا الشجرة واللي ختل ورا الدنجة ترى شفتكم كلكم، هاي المرة سماح، المرة الجاية أعوف المحاضرة وأفتر عليكم كلكم، والدخلون مجبورين وتتعلمون على مود تنجحون واخلص من عندكم. فنرجع للموضوع مالتنا هسه، الايتيولوجي اوف كلاس 1 مال اوكلوجن السكيليتال والسوفت تشو على الكلاس 1 مال اوكلوجن تاثيرها قليل، لكن الدنتال هو اعلى تاثير على الكلاس 1 مال اوكلوجن.
بينما بالكلاس 2 يمكن لما الناقه، والكلاس 3 لا، اكو السكيلتر ممكن تصعد النسبه مالته، السوفت شو ممكن تصعد النسبه مالته، وهكذا. مع هذا السكيلتر اكو بيه نوع دائما يرتبط وياه، والسوفت شو ايضا اكو نوع دائما يرتبط وياه، وبعدين الدنتال راح نسولف عليه. فنقرا سكيلتر كلاس 1 مال اوكلوجن، ان كلاس 1 مال اوكلوجن ذا سكيلتر باترن از يوجوالي كلاس 1 but it can also be class 2 or class 3 with inclination of incisor compensating for underlining skeletal discrepancy. يعني احنا بعض الاحيان نلقى هذا اللي موجود، انه نلقى skeletal العظم هو class 1 وعلاقة الاسنان مع بعضها البعض ايضا نلقاها class 1. اللي ناسي هاي المعلومة اذكر بيها بانه الماكسيلا هو عبارة عن قطعتين مو قطعة واحدة، قطعة نسميها البيزل بون، والقطعة الثانية نسميها الاليفيولر بروسيس اللي يحتوي على الأسنان، والماندبل أيضا هو عبارة عن قطعتين، قطعة هي الاليفيولر بروسيس والقطعة الثانية هي البيزل بون. ذني الأربع قطع مات الماكسيلا والماندبل ممكن يختلفن مع بعضهن البعض، يعني على سبيل المثال إذا تقدم جزء البيزل بون مات الأبار تقدم كلش للأمام ممكن يصير عندي سكيليتال كلاس 2، أو تقدم فقط الأليفيولر بروسيس راح يكون عندي دنتال كلاس 2، تقدم الاثنينات راح يكون عندي سكيليتال أند دنتال كلاس 2، وطبقوها راح تلقون هواية أنواع. هنا شريد يقول، يقول اغلب الاحيان البيزل بون مات الماكسيلا مع البيزل بون مات الماندبل يكون كلاس 1، ولكن من الممكن انه البيزل بون مات الماكسيلا والبيزل بون مات الماندبل يسوون كلاس 2. يعني شنو كلاس 2 يسوون؟ يعني جزء مثلا الماكسيلا البيزل بون يتقدم او الماندبل شويه يرجع، او يسوون كلاس 3 الماندبل يتقدم او الماكسيلا يرجع او اثنيناتهم. لكن بهاي الحالات ايش راح نلاحظ؟ راح نلاحظ انه الاليفيولر بروسيس هذا الجزء على الرغم انه البيزل بون ممكن يسوي لي كلاس 2 او ممكن يسوي لي كلاس 3، الاليفيولر بروسيس راح يسوي كومبنسيشن، يعني يعوض الخلل، يطمطم الخلل مات البيزل بون ويبقى عندي كلاس 1. مارك ترانسفيرس سكيليتال ديسكريبنسي، هاي معلومة مهمة، خلنا نطلع قلم. ممكن ترانسفيرس سكيليتال ديسكريبنسي بين ذا ارشز ار مور كومنلي اسوشييتد وذ كلاس 2 اند كلاس 3، بات مايلدر ترانسفيرس ديسكريبنسي از سين ان كلاس 1. شنو معنى هاي المعلومة؟ لو ناخذ الارش الماكسيلا والماندبل، انتبهوا لي على هذا الرسم شويه، انتبهوا عليه هنا. عندنا هذا الماكسيلا، الماكسيلا ضمن قاعده احنا حاطيها ثابته ذكرناها باكثر من محاضره، انه الماكسيلا حجما هو المهيمن على الماندبل، هو اكبر من الماندبل. فلو نرسم هذا الماكسيلا، الماندبل راح يكون اصغر من عنده تقريبا ب 2 ملي تقريبا بالابعاد مالته، الماكسيلا هو يكون الاكبر. لما يكون عندي ترانسفيرز يعني يكون عندي كروس بايت. شو وقت الاحظ الكروس بايت؟ لما اكو تلاعب تقدم ورجوع بذني. هسه اريدكم شنو؟ لانه ما قاعد اصور لكم يعني على الصبوره، احنا شرحناها بالقاعه. احنا لو نجيب قوسين تقدرون تصنعون هسه قوسين، اذا عندكم سيامه بالبيت اي شيء عندكم بالبيت عسى ما ورقه تسووها على شكل قوسين، حاولوا تقدمون الماكسيلا فالتقديمه بحيث تسوون كلاس 2، او حاولوا تقدمون الماندبل او ترجعوهن تتلاعبون، تلاحظون بعض الاحيان الماندبل يعبر على الماكسيلا لانه اختلاف القوسين اماكنهم، فيصير عندي كروس بايت. هو هذا اللي يريد يوضحه، يقول الكروس بايت اكثر الاحيان القى لما يكون عندي كلاس 2 كلاس 3، قليل القى لما يكون عندي كلاس 1 بين العظام لانه ماكو تقدم ورجوع. لكن شنو هي المشكله اللي ترتبط دائما واقول عليها مثلا سكيليتال بالكلاس 1؟
increase vertical skeletal proportion and anterior open bite can also occur with anterior posterior incisor relationship in class 1. شنو اللي ألاحظه؟ ألاحظ الـ open bite اللي يصير. أكو increase بالvertical. أكو anterior open bite. شنو معناها؟ العظام ذني بس يتقدما ويرجعا؟ لا، احنا ذني العظام تعلمنا انه يتقدما ويرجعا سميناه ساجيتال، يروحا جانبي سميناه ترانسفيرس. وايضا من الممكن انه العلاقه بيناتهم فيرتيكالي تتغير. حط ايديك، تشفين ايديك بشكل متوازي، حاول تغلق بوستيرير وتفتح انتيرير، حاول تغلق anterior وتفتح posterior، صارت عندك مشاكل vertical. إذا أغلقت إيديك من posterior وسويت anterior، شون حلق الدجاجة لما كنا نرسمها، تذكرون لما كنا نرسم الدجاجة بالأول ابتدائي بهاي الطريقة ونخلي هيتشي، صح لو لا؟ هاي لو تخلي ايديك بهاي الطريقة صار عندك anterior open bite class 1. ها للمعلومة، هذا class 1 ظل، لكن open bite. لو بالعكس تعكس تسوي ايدك بهاي الطريقة من قار ما طير صار عندك deep bite، وهكذا. الاتيولوجي الثاني هو soft tissue. In most class 1 cases, the soft tissue environment is favorable and is not etiological factor. أغلب الأحيان، أغلب أحيان class 1 مال occlusion، soft tissue تلعب دور مساعد إلي، ما تأذيني. عدا يا حال أكون أيضاً أحفظها بالsoft tissue اللي حاط لك إياها أنا بالأصفر. The major exception is by maxillary proclination. وحبابين ويلادي بناتي، مو protrusion، proclination. قلنا شرحنا proclination شنو، protrusion شنو، فلازم تحفظون هنا by maxillary proclination يسببها soft tissue. شنو اللي يسببها؟ short upper and lower lip ممكن، large tongue ممكن، تعتمد على الريشيال، على الأنواع، معينين يصير عندهم هاي الحالة. لما يصير خلل بالتوازن بالإكويليبريم زون، النيوترال زون ما بين التونج من جهة والأنتيرير ليب، يعني الليب أبر ولور من جهة، فتكون عندي شورت ليب، اللسان يكون حجمه كبير، راح يدفع الأسنان، فراح يسوي باي ماكسيلاري بروكلاينيشن وليس بروتروجن. النوع الثالث هو dental factors، اللي هو هنا المايسترو ماتري كلاس 1 مال اوكلوجن، هو اللاعب الاساسي، ميسي الكلاس 1 مال اوكلوجن. dental factors are the main etiological influences، المؤثر الاساسي بالكلاس 1 مال اوكلوجن. the most common are، شنو هو اكثر نوعيه بالدنتال؟ لان الدنتال هوايه. على سبيل المثال قبل ما نطب بالموضوع، اسنان كبار، أسنان صغار، سوبر نيوميراري، ميسينج ببعض الأسنان، أوليغودونشيا على سبيل المثال، مثلا إكتوبيك إرابشن بالماكزيلا، ريتيند ديسيديوس دينتيشن، بريماتور لوس أوف ديسيديوس دينتيشن، هواي العوامل اللي هي دنتال. لكن منو أكثرهن؟ أكثر الدنتال. The most common are tooth arch size discrepancy leading to crowding or spacing. السؤال هنا، هل احنا نورث الفم كله كباكج واحدة من الابو لو من الام، يعني من العمام لو من الخوال كباكج واحدة؟ مثلا يقول هذا حلقة يشبه والده، وهذا مثلا على سبيل المثال عيونه يشبه والده. لا، السالفة مو هيك، السالفة اكثر تعقيدا. ممكن انت تورث الاسنان من والدك، ممكن تورث الارش من والدتك، ممكن تورث التونج من خالتك، ممكن تورث الابر واللور ليب من عمتك، وذن يكون يتجانسن مع بعضهن البعض على مود يصير عندك كلاس 1 انسايزر ريليشن شيب وما عندك اي مال اوكلوجن. فلما يكون اكو خربطه ما بين حجم الاسنان مع حجم الارش، على سبيل المثال اسنان اكبر من حجم الارش، صار عندك كراودنج وامباكشن ببعض الاسنان،
والامباكتد بالامباكشن بالمولر صار بالويزدم توث وهكذا. لو نعكس الفكره، اسنان صغار arch normal او كبير صار عندك spacing وهكذا. The size of teeth is genetically وراثيا determined and so the size of the jaw is mostly affected. يعني هم حجم الاسنان مثل ما قلت لكم يتاثر وراثيا وحجم الجو يتاثر وراثيا. Environmental factors can also contribute to crowding or spacing. شنو الانفايرومنتال فاكتور؟ يعني شنو العوامل؟ هي حطوا ببالكم الانفايرومنتال يعني شيء مو وراثي، شيء مو مكتوب بالهوية الوراثية مالتك. انت مكتوب بالهوية الوراثية مالتك انه انت على سبيل المثال خشمك كبير، عيونك صغار، شعرك عكش، هاي الصفات اللي عندك، سنونك متفرقة، حلقك واسع مثلا، هذا اللي موجود بالهوية الوراثية مالتك. اكو عوامل environmental، يعني شنو مثلا والدك ياخذك من كثر ما تبكي انت وطفل ياخذك للمركز الصحي يشلعون اسنانك اللبنيه الاي، يسوي هذا ميزيال مايجريشن للسكس وينسد السبيس عندك اللي وي سبيس ويصير عندك كراودنج بالمستقبل وهكذا. هاي انفايرومنتال. منو مثال على الانفايرومنتال فاكتور؟ فور اكزامبل بريماتشور لوس اوف ديسيديوس تي توث كان ليد تو لوكاليزيشن اوف اني بري اكزيستينج كراودنج اند بوسيبل ديفيشن اوف ذا سنتر لاين. يعني هم لوكاليزيشن يعني يثبته، اذا اكو شويه كراودنج شويه يراد له دمغه يراد له دفعه على مود يكون ظاهري بالبريماتشور لوس اوف ديسيديوس دنتيشن هذا الشيء يصير عندك. ايضا اكو لوكال فاكتور، عوامل لوكالي هي مثلا انكلود displaced اور امباكتد بالكناين، بعد هو ابو الامباكشن، انومالي اوف سايز اوف تيث ماكرو دونشي اسنان كبار، مايكرو بالاي دونشي اسنان صغار، نمبر سوبر نيومراري سبليمنتال اوليغودونشي هايبودونشي وهكذا، and form of teeth هو منو اكثر سن لطيف وحباب ودائما متغير بشكله، هو الابر الاثرال انسايزر اللي هو يجي بيك شيب اغلب الاحيان ويخربط لك الوضعيه كلها. قبل ما نبدي بالمانجمنت اوف كلاس 1 مع الاوكلوجن وذ كراودنج، اذا ملاحظين هاي المحاضره ما مكتوب في الشيء عليها مهم، يعني ما كتبنا على المواضيع المهمه مهمه لانها كلها مهمه، فهاي المحاضره تقرا كامله. نبدي باول نوع من الكلاس 1 مال اوكلوجن مثل ما ذكرنا اللي هو الكراودنج، ويعتبر الكراودنج از ذا موست كومن كومبلينت فور ويتش بيشنت سيكينج اورثودونتيك تريتمنت، اكثر حاله المريض يضطر يروح يسوي تقويم، اشهر حاله المريض يروح بها يسوي تقويم، ولا سيما لما يكون الكراودنج بالانتيريور ريجون، لما ياثر على الاستاتيك، لما يضحك المريض واسنانه متراكبه متراكبه شي فوق شي ما يعطي ابتسامه جميله، على الرغم من انه ممكن يسبب لنا كاريز، ممكن ما يقدر ينظف اسنانه، نتطرق لهذا الموضوع، لكن اكثر شيء هو الاستاتيك. شنو اشهر نوع من انواع الكراودنج؟ لانه الكراودنج له مسببات هوايه، ممكن واحد من عندهم يكون موجود، ممكن اغلب يعني يجتمع الاثنين او ثلاثه. اشهر مسبب هو اختلاف الحجم ما بين الارتش، يعني الارتش لينث مقارنه بالتوث ماتيريال. شنو معناها هاي؟ معناها بمصطلح ثاني الارريجولاريتي اندكس. ما تعرف الارريجولاريتي اندكس؟ معناها اكو سبيس افيلابل اقل من السبيس ريكوايرد، اكو سبيس ريكوايرد اكثر. اذا ما تعرف السبيس افيلابل والسبيس ريكوايرد حالتك مستعصيه، لازم تقرا وتشد حيلك على مود تنجح وتراجع شنو السبيس افيلابل وريكوايرد لانه مهم. هل كل الكراودنج يجي نوع واحد كلهم عندهم نفس السيفيريتي مالت الكراودنج؟ لا، الكراودنج ممكن يجي مايلد، ممكن يجي سيفير، ممكن يجي مودريت، الكراودنج ممكن يجي يونيلاترال بجهه واحده، ممكن يجي بايلاترال، الكراودنج ممكن يجي بلوكالايزد بمنطقه واحده، او ممكن يجي جنرالايزد بكل الارتش. Physiological factor شنو مسببات الكراودنج؟
ومثل ما ذكرنا ممكن واحد أو ممكن أكثر من واحد يشتغلن في آن واحد، ذني مهمات كلش. أشهر نوع أكثر نوع Arch Length Tooth Material Discrepancy. وأهم ما بهاي النقطة شنو؟ كون تقرأ العبارة لأن تجي بالامتحان. Where arch length is lesser than tooth material that lead to crowding. بمعنى the space available اللي عندي يكون أقل من the space required فينتج عنا crowding. اعكس المعلومة، لما يكون عندك arch length أكثر من التوث ماتيريال صار عندك سبيسينج. الدور بعد هاي التشكيلة من النقاط بريماتشور لوس اوف ديسيديوس دنتيشن، برولونج ريتينشن اوف ديسيديوس دنتيشن، وصراحة هواي يجونا هيجي بريزنس اوف سوبر نيوميراري او سبليمنتال، هم ايضا يجي ماكرو دونشي ولا سيما سنترال انسايزر، يجيك المريض هم عنده كراودينج او هم عنده سنترال انسايزر ينحلف بي. طبعا هذا هم متوخر للكراودينج وهم لازم تصغر حجم السنترال انسايزر لانه حجمه كبير. Altered path of eruption، بعض الاسنان على سبيل المثال الكناين ابن ابو كناين، هذا اللي لونج باث اللي من جوه العين وينزل ويطخ باللاترال ويفتر وينزل، هذا من الممكن انه يصير اختلاف بالباث مالته ويصير بي ديسبليسمنت وممكن يسبب لنا كراودنج ديلي ايربشن اوف بيرمننت دنتيشن لاسباب. وهنا لازم تتذكرون معلومة انه الـ eruption of permanent teeth يعتمد على root formation. ونقطتين مهمات على مود الأسنان تطلع شنو هن؟ clear path of eruption اللي يصير عندنا فد انزيم يكون موجود على السطح العلوي من الأسنان اللي يذوب العظام و deciduous roots deciduous teeth root. والبروبولسيف ميكانيزم القوة الدافعة المتمثلة بالروت فورميشن. بالمرحلة الرابعة لازم تراجعوها تروما، تجاب التروما على الكراودينج. بعض الأحيان بسبب ضربة معينة ممكن بعض الأسنان يصير بيها انكيلوسيز، ممكن بعض الأسنان يصير بيها ديسبليسمنت، ممكن بعض الأسنان تتغير مواقعها ويسبب لنا كراودينج. جيمينيشن اوف تيث، الجيمينيشن هي حالة اكو فيوجن واكو جيمينيشن، خضناها بالمال اوكلوجن. الجيمينيشن تو كراون وسنجل روت، اذا صارت هاي الحالة ممكن يسبب كراودينج. وهم حط فارزة اكتب الفيوجن ممكن ايضا يسبب لنا كراودينج لانه زيادة قاعدة تصير عندك ممكن يسبب لك كراودينج. فهنا مذكور جيمينيشن يعني مو بمعنى بس الجيمينيشن، لا، الجيمينيشن والحالات اللي خضناها المشابهة ممكن ترجع للمحاضرة وتسجلهن لانه مهمات، هم ايضا ممكن يسببن كراودينج. من اشهر حالات الكراودينج المنتشرة هي الليت لور انسايزر كراودينج، واللي صايرة عليها بالتوافي على السبب مالت الليت لور انسايزر كراودينج. شنو قصة الليت لور انسايزر كراودينج؟ يجيك مريض بعمر خلينا نقول صغيروني مثلا قبل ال 12 قبل او بال 12 بال 13 اسنانه طبيعية وحلوة وممكن اكو فراغات ما بين الاسنان. هو شوية كبر يعني بدا عمره 17-18 واذا بي ذن الانسايزرات اللي كانن حلوات وقعدات عادل تراكبن مع بعضن البعض. شنو اللي يصير؟ شنو التفسير لهذا الموضوع؟ اللي ذاكره هنا أنا بانه اكو فشي اسمه انتر كناين وتف. احنا عندنا ثلاث اماكن ممكن نقيس بيها حجم الارش، يعني لو كان هذا عندنا ارش فممكن نقول انتر مولر وتف. ركزوا لي شوية هنا أنا الموضوع مهم، هذا أكو انتر مولر ويدث وأكو انتر بري مولر ويدث، أكو انتر كناين ويدث. هنا معلومتين أذكرهن مهمات، معلومة ضمن المادة ومعلومة خارجية شوية، ركزوا وياي. هسا هاي نخلي هنا ثلاثة، يعني هذا انتر كناين ويدث العرض ما بين الكناين والكناين، وهنا أنا 6 يعني ما العرض ما بين الفيرست مولر والفيرست مولر، وهنا أنا خلينا نقول 4 العرض ما بين البري مولر والبري مولر. شنو اللي قاعد يصير؟ عمر ال 12 الى 13 سنه the intercanine width increase up to around 12 to 13 years of age. الحد هذا العمر
راح نلاحظ اكو زياده بالانتر كناين وث، وبعده بعد هاي الزياده اللي صارت اللي توقفت بعمر 12 الى 13 راح نلاحظ اكو نزول بالانتر كناين وث، وهذا النزول very gradual diminution throughout adult life، يعني اكو نقصان بالانتركناين وث خلال الادلت لايف. هذا النقصان راح يقلل لي حجم الارش، يعني بدل ما شكل الارش هيجي على سبيل المثال يكون شكل الارش في شيب، اقرب للفي شيب. هذا ممكن بالمستقبل يسبب crowding باللور انتيرير تيث. هاي المعلومة الأولى المذكورة هنا. المعلومة الثانية بموضوع الإكسبانشن للأرش، إحنا لما إحنا كأطباء تقويم لما نريد نسوي إكسبانشن يا مكان نميل إنه نسوي بي إكسبانشن، مثلاً الإنتر كناين ودث نحاول نزوده، الإنتر بريمولر ودث نحاول نزوده، أو الإنتر مولر ودث. أغلب الكتب متفقة على إنه الإكسبانشن يصير بالإنتر مولر ودث، يكون هذا الإكسبانشن أكثر ثبات، يعني ما يصير بي ريلابس. بينما لما أحاول أسوي إكسبانشن بالإنتر كناين وث هذا الريلابس مالته يكون جدا عالي، وإلى أسبابه ويعني نتطرق لها بموضوعها لأنه موضوع هذا مهم. The etiology of late lower incisor crowding يعتبر multifactorial، يعني المسبب مالت lower incisor crowding واحدة من عدها الانتركناين وث، وهاي أساسية، هذا فشي ميجر. لكن أكو شغلات ثانية مذكورة ببعض الكتب، آراء لبعض العلماء، شغلات ممكن متفقين عليها ممكن ما متفقين عليها، لكن لازم نذكرها. مثلا الفورورد جروث اوف ذا ماندبل، تتذكرون احنا اكو في شيء اسمه سيفالو كودال جريدينت اوف جروث، قانون يقول اني بارت اواي فروم برين جروث لونجر اند ليتر، يعني لو نقارن الماكزيلا مع الماندبل، الماندبل ابعد عن الدماغ فرح ينمو لونجر اند ليتر. هذا الفورورد جروث اللي يصير بالماندبل بعد ما يتوقف الماكزيلا عن النمو، هاي الدرجة الخفيفة اللي يصير بها جروث مع انه الليب راح تضغط لانه الماكزيلا ثابت، فالليب راح تضغط على الاسنان راح يصغر الارتش، راح يصير عندنا كراودينج. مقبولة نوعا ما كفكرة مقبولة. اثنين soft tissue maturation، السوفت تيشو اللي هو على سبيل المثال النوز، الابر ليب، اللور ليب، التشن، راح يصير بهن جروث، ذني ممكن ايضا يدفع عن الاسنان، هم نقدر نقول هاي الفكره مالتها مقبوله. النقطتين الثالثه والرابعه احنا سولفنا عليهن بالقاعه وشرحناهن وطيتوا ارائكم وطلعنا بنتيجه، لكن احنا هنا نذكرها هيك ببساطة. الميزيال مايجريشن اوف بوستيرير تيث ممكن يأثر على الليت لور انسايزر كراودينج والبريزنس اوف ان ايربتينج ثيرد مولر، يعني الايربشن مات الثيرد مولر ممكن يسبب ان انسايزر كراودينج لور انسايزر كراودينج. وبمختصر على مود ما نطول بهذا الموضوع، النقطة الثالثة والرابعة اغلبنا لما نتناقشنا بيها ما اتفقنا، قلنا ذني ممكن اكو بعض الكتب تقول ذني ما ياثر، لكن احنا مطلوب من عندنا نحفظهن لانه من الممكن انه يكون ياثر، فنحفظهن على ما هن موجودات بي. كلينيكال فيتشرز اوف كراودينج، شلون تعرف هذا المريض عنده كراودينج، او اذا المريض عنده كراودينج ايش راح تلاحظ عنده؟ فبكل بساطة أقول لك المريض اللي عنده كراودينج راح يفتح حلقه وراح يشوف أسنانه بيهن كراودينج. صلوات. النقطة الأولى والثانية لطيفات. The clinical features of crowding there is a crowding. الرابعة والخامسة والسادسة، العفو الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة هم لطيفات. الجماعة الكراودينج ما يقدرون يفرجون أسنانهم، جماعة الكراودينج يصير عندهم food impaction، جماعة الكراودينج يصير عندهم هاليتوسيس، جماعة الكراودينج ممكن يصير عندهم جنجيفايتس وبريودنتاتس، والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ممكن يصيرون أيضا بالأشخاص اللي ما عندهم كراودينج.
الدايجنوسيس، شلون يشخص هذا المريض عنده كراودينج. ممكن الدايجنوسيس خلينا نستفاد من عنده، الدايجنوسيس خلينا نقول شلون هو احنا اكيد هذا المريض عنده كراودينج، افتح حلقك اكو كراودينج، لكن شلون نعرف مقدار الكراودينج؟ هيجي خلينا نعدلها للمعلومه. مقدار الكراودينج ممكن اسوي كلينيكال اكزامينيشن واشوف الكراودينج وين موجود واقدر احسبه على البيشنت ماوث. ممكن اخذ كاست واقعد احسب السبيس افيلابل والسبيس ريكوايرد واعرف السيفيريتي اوف كراودينج، او اخذ راديوغراف او بي جي وسي فالو وايضا احدد اسباب الكراودينج، هل اكو تروما، هل اكو امباكتشن بالاسنان، هل اكو مثلا ديسبليسمنت ببعض الاسنان وغيره، فاقدر استفاد من الدايجنوسيس بموضوع الكراودينج. بالنسبه لموضوع التريتمنت اوف كراودينج، تريتمنت اوف كراودينج لحالات اللي يكون عندنا كلاس 1 مال اوكلوجن، على مود اعالج الكراودينج لازم اسوي سبيس جينينج، لازم احصل على سبيس. مين احصل على سبيس؟ اهم ما بهذا السلايد، شلون اقدر احصل على سبيس، اسوي سبيس جينينج على مود اسوي ريليفينج للكراودينج. عاشت ايدكم بالمحاضره، انتوا جاوبتوها. عندنا اما نسوي انتر بروكسيمال ستريبينج، ننحف بعض الاسنان اذا كان الكراودينج الكميه ما تقليله، او نسوي ارش اكسبانشن باستخدام الكواد هيليكس ابلاينس او باستخدام الجاكسكرو، ديستلايزيشن اوف مولار يعني نرجع المولارات شويه الى الخلف في حاله انه اكو ميزيال مايجريشن للمولار مثلا باستخدام الهيد جير ابلاينس، بروكلاينيشن اوف انتيرير تيث في حالة انه اكو شوية رجوع للاسنان. وشلون اعرف الاسنان راجعة؟ انا اخو كل مريض اخذ للاترال سيفالو او بي جي واطلع الابر 1 تو اس ان واطلع الاي ام بي اي انجل، اذا شفت الابر 1 تو اس ان اقل من النورمال اللي هو مقداره 104 معناها ممكن اسوي بروكلاينيشن للانسايزرز مع بقائهن كلاس 1. وركزوا بروكلاينيشن مو بروتروجن على مود نكون دقيقين بالموضوع. واخر العلاج الكي، ما فاد ذني كلهن، كان مقدار الكراودينج اللي عندي شديد احتاج اسوي اكستراكشن. اكثر سن لو نرجع الى محاضره الاكستراكشن، اكثر سن احتاج اقلعه لما يكون عندي كراودينج هو الفيرست بريمولر، الضحيه الاولى لما اني احتاج اسوي ريليف للكراودينج، ابر 4 او لور 4. ذني بالنسبة إلي ضمن هذا الموضوع الكراودينج جدا مهمات إنه تحفظوها. زين خارج الموضوع، شلون أختار المناسبة إلي؟ يعني شو وقت أسوي انتربروكسيمال ريدكشن، شو وقت أسوي إكسبانشن، شو وقت أسوي بروكلاينيشن، وشو وقت أسوي إكستراكشن؟ هذا الموضوع إحنا ماخذي ما راح أجاوب عليه، أنتوا تجاوبون عليه. When planning extraction for management of crowding، اكو بعض الامور والنقاط لازم نخليها ببالنا على مود نقول ها احنا راح نقلع لهذا المريض لان عنده crowding واني احتاج space gaining فلازم احصل space. مثلا اول نقطة، the position, presence or prognosis of the remaining permanent teeth، degree of crowding اللي هو space available والspace required اللي هو يقاس بالمليمتر وبطريقة مهم كنا عرفها ذاكريها راجعوها، the patient مال occlusion، نوع المال occlusion اللي عند المريض، وأيضا فد موضوع اسمه anchorage requirement، هل أني أحتاج minimum anchorage، هل أني أحتاج normal anchorage، وهل أني أحتاج maximum anchorage. شنو الانكورage؟ أكو محاضرة كاملة عليها أيضا كون تراجعوها. The patient age، عمر المريض، لأنه أنا أحط ببالي أنه بعض الأحيان لجروث مثلا إذا مشيت لمريض على سبيل المثال عمره صغير بعد راح يصير عنده جروث بالماكزيلا، بعد راح يصير عنده جروث بالماندبل، من الممكن أنه الكراودينج الموجود عنده ينحل على سبيل المثال الأغلي دوكلي ستيج اللي هو يعتبر نورمال واللي هو كأنه الأسنان بها كراودي، لكن هو ويا العمر ويا ظهور الكناين راح يصير بي ريليف. and the patient profile، وأيضا هذا يعتبر فشي مهم. يعني شنو؟ يعني المريض اللي
خلينا نقول عنده خسفة بوجهه، يعني الابر واللور ليب راجعات، نقطة. النيزو ليبيال انجل عنده زايدة، الشن بروميننس عنده، هذا ما اقدر اقلع له، احاول القى طرق ثانية، لانه اذا اقلعت له ورجعت الاسنان او ظلن بمكانه راح يبقى انه الفم ما تخاسف. فنحاول مثلا نسوي انتر بروكسيمال ريدكشن، نسوي اكسبانشن ديستاليزيشن، اعكس الفكرة. المريض اللي عنده شوية متقدمات الاسنان، يعني شوية اكو بروز، احنا نصيح له شوية عنده بوز طالع الماوث مالته، وهذا شو نسوي له؟ هذا اجي اسوي له بروكلاينيشن للانتيرير تيث، هو شويه عنده تقدم، والدور اني ازوده صار ارنوب، خربت السالفه، ما يرهم. بهيك حالات كون اقلع. فاني اشوف انه الفيشل بروفايل كل شيء يلعب دور بموضوع شنو اختيارنا للسبيس جينينج، وباقي النقاط ايضا يعتبر المهمات، لكن هاي خلينا نقول شويه واحد يسلط عليها الضوء اكثر. Treatment using removable orthodontic appliances. شوية هنا أنا آني ما يعني ما مقتنع بهذا الموضوع بصراحة، إنه آني أجي أعالج crowding لمريض عنده class 1 مع الأوكلوجين باستخدام removable appliance. إي ممكن أستخدم removable appliance على مود أقلل الكراودينج، وأكو احتمال كبير بعده راح أستخدم الفيكست. أما من الممكن أنه أحل مشكلة الكراودين كلها إذا كان خلينا نقول moderate أو severe، المايلد بعد هو مايلد ممكن حل بالاستخدام الريموفابل أبلاينس، أشوفها شوية صعبة، يرادلها تحدي، يرادلها جهد هواي. فهس إحنا مادة لازم نأخذها. treatment using removable orthodontic appliances على مود أسوي relief للكراودين، من الممكن عندي ثلاث طرق. اول شيء اسوي اكسبانشن للارش باستخدام الريموفابل ابلاينس تحتوي على جاك سكرو. شنو هاي اللي هي هاي هنا انا موجوده، الديزاين مالتها هم سهل، وهذا دائما يجيبوه بالعملي مات التخويم. يقول لك مريض سوي له اكسبانشن باستخدام الريموفابل ابلاينس، بكل بساطه انت لتصنيع ريموفابل ابلاينس على مود تكون الريموفابل ابلاينس انت ما راح تشتغله بيدك، انت راح تطي النقاط اللي تريده او التكنيشن، عندنا تكنيشن جدا يعني خلينا نقول كفؤين يسوي لك التريده ويجيبوا لك اياها مضبوط. على مود اسوي مثلا اكسباندر ريموفابل احتاج ريتينتيف بارت، احتاج اكتيف بارت، واحتاج اكريليك. الريتينتيف بارت هي الاجزاء اللي راح تثبت لي الريموفابل بالارش، مثلا عندنا الادم كلاس، سي كلاس، اغلب الاحيان ادمي كلاس، ادمي كلاس على سبيل المثال نخليه على 6، ادمي كلاس على سبيل المثال نخليه على الدي اذا موجود. لان ريتينتيف بارت احتاج الاكتيف بارت هو الجاك سكرو اللي يصير بالميد بالاتاين سوتشر بهاي المنطقه، واحتاج اكريليك. بعد هولي ارتش ما اعرف ليش يستخدموه هسه، هم مخليه بالصوره بالاكسباندر، يعني هل ممكن اني اوسع الارتش واكو هولي بالامام؟ ما اعرف، احس يؤثر على العمل. اني ما استخدم الهولي مع الاكسباندر، مجرد ادم على 6، ادم على الدي او الاي او الفور منو اللي موجود بيهن، او سي يعني سي كلاسب على الكناين اذا كان موجود، وذاوت هولي ارتش وجاك سكرو. وبوستيريور بايت بليت الاغلبيه الكتب تقول ويا الاكسبانشن حط بوستيريور بايت بليت على مود تمنع الكونتاكت بين الابر واللور، يشتغل عندك الاكسبانشن اكثر. ما اطبقكم بهاي المواضيع، لكن يعتبر طريقه لما توسع الارش، لما نسوي اكسبانشن للارش، هذا راح تعطيك سبيس، هذا السبيس ممكن بعد هي راح تخلي فيكست وتسوي له ريليف للكراودينج. وحده الاكسبانشن ما اتوقع يعالج كراودينج كراي خاص. النقطة الثانية هي removable orthodontic appliances with canine retractor اللي هي هاي الصورة الجوة. تقدر تستخدم canine retractor إذا كان الكناين بي displacement على lateral incisor، على سبيل المثال أكو retained deciduous canine، تقلع retained deciduous canine وتحاول باستخدام البكل كناين ريتراكتر انه تنزل الكناين بمكانه الصحيح. لما تنزل الكناين بمكانه الصحيح حيصير عندك ريليفينج للكراودينج، او
إذا كان الأسنان الإنسايزرز شوية راجعات فراح تقدر تستخدم عليهم زي السبرينج مع طبعا تحتاج ريتنتيف بارت واكريليك مع الزي سبرينج شويه تدفع الاسنان راح يكبر عندك محيط الارش يكبر كان هيتش الارش تقدم للامام الارش كتوسعت المساحه السطحيه فانحل عندك الكراودنج. مالك خلق مثلي والمريض عندك كراودنج فثبت تقويم على الاسنان ثابت احسب مقدار الكراودنج إذا كان المقدار ممكن أنه أقلع على سبيل المثال هذا المريض اللي هنا عنده displacement بالكناين قلعنا الفورات شكلنا تقويم ثابت ومثل السحر كل شيء رجع لمكانه واختفى الكراودنج. ممكن تحتاج fixed appliance with extraction ممكن تحتاج بهاي الحالة لما أكو cross bite تحتاج هاي الكويل يصيحولها open coil سبرينجة شلون السبرينجة العادية تدفع السنترال شوية من هنا تدفع اللاترال شوية من هنا يصير مكان للسنترال نثبت عليه تقويم نستخدم بايت بليت. شوفوا هاي البايت بليت المستخدمها لكل كروس بايت لازم إلا بعض الحالات النادرة اللي هي ما تحتاج كروس ما تحتاج بوستيرير بايت بليت وإلا أغلب الحالات تحتاج بوستيرير بايت بليت أو سبيشي احنا نصيح له بايت رايزر يعني رايزر يرفع يفتح البايت يرفع البايت على مود السن هذا يطلع خلال جلسة جلستين هذا السن يطلع. ثاني نوع من أنواع المال أوكلوجين المتعلقة بالكلاس 1 مال أوكلوجين هو السبيسينج. السبيسينج هو بالضبط عكس فكرة الكراودينج. بالكراودينج كنا نقول إنه عندنا الارتش لينث أقل من التوث ماتيريال يعني السبيس افيلابل يكون أقل من السبيس ريكوايرد فيصير عندي كراودينج. اعكس الفكرة بالنسبة لموضوع السبيسينج يكون عندي ارتش لينث أكبر وأكثر مقداره من التوث ماتيريال يعني معناها السبيس افيلابل يكون مقداره أكثر من السبيس ريكوايرد ينتج عنه spacing. spacing ممكن يكون unilateral ممكن يكون bilateral ممكن يكون one arch ممكن يكون both arches ممكن يكون localized ممكن يكون generalized هذا يعتبر السبب الأساسي للspacing. أكو أسباب ثانية ممكن تسبب لنا spacing. نعم عندك bad habits مثلا thumb sucking الديجيت سوكينج او التونج ثراستينج ذني ثلاثة يشتغلن بنفس الطريقة الاسنان كل ما يندفعن الى الامام كل ما يتفرقن وكل ما يرجعن كل ما يتجمعن سوي بالضبط مثل فكرة اصابعك الستة اصابع ايدك خليهن امامك ادفعهن للامام يتفرقن لمهن للداخل راح يتراكبن ويعني المسافات البينات تقل فأي bad habit راح تسبب لي الأسنان يصير بهن protrusion ممكن تسبب لنا spacing. أيضا بعد large tongue أكو بعض الأشخاص يكون عندهم مشكلة بحجم التونغ مقارنة مع حجم الأرشز والأسنان التونغ مثل هذا الشخص اللي موجود هنا عنده large tongue هذا وما إلى مكان داخل الماوث راح يحاول يدفع إلى الأمام فأيضا راح يدفع الأسنان للأمام. المايكرودونشيا هي صغر حجم الأسنان يعني الأسنان تجي حجمها صغير عكس الماكرودونشيا بالكراودينج اللي هي أيضا تسبب لنا سبيسينج. علاج السبيسينج يعتمد على إذا كانت المشكلة موجودة كثمب سوكينج كديجيت سوكينج كتونج ثراستينج كون نوقفها يلا نعالج السبيسينج. السبب الحالات اللي يكون بها التونج ثراست على سبيل المثال طبعا من المهم تراجع انواع التونج ثراست بمحاضره الباد اورال هابتس قلنا اكو خمس انواع للتونج ثراست اخطرها هو الاندوجينوس تونج ثراست اللي هو اكو مشكله نيوروماسكولار هذا ايش ما تحاول السد السبيسز اللي صارت بسبب الاكتيفيتي مات التونج التونج كونه بعده موجود راح يرجع يسوي سبيسنج من جديد وتكون نسبه الريلابس عاليه فشرطك انت على مود تقضي على السبيسنج وتعالجها بطريقة ما ترجع بعد
لازم بالحالات اللي هي يكون عندك اورال هابتس لازم توقفها. بعدي ممكن تسوي ريموفابل ابلاينس، وانا ما عندي اعتقاد بالريموفابل ابلاينس بموضوع السبيسنج. ممكن تسوي فيكست ابلاينس، او ممكن تلجأ الى في شيء اسمه كونزرفاتيف ابروتش، يعني تسوي حشوات وكراونات وفينير. ذكرنا بالسلايد السابق اهم الايتيولوجيكال فاكتورز اللي ممكن تسبب لنا سبيسنج وذ كلاس 1 مولر ريليشن شيب، هنا مذكورات كلهم. نقراهم: الارش لينث توث ماتيريال ديسكريبنسي، هذا ذكرناه ونركز عليه لان هو اهم واحد. اب نورمال هابت او اورال عفو هابتس، الباد اورال هابتس ايضا ذكرناها وقلنا هاي مهمه ولازم نوقفها. يلا بعده نعالج منه، نعالج السبيسنج لانه اذا كانت موجوده يصير عندي ريلابس. ابنورمال توث فورم اللي هو بيك شيب لاترال انسايزر، اكثر سن يكون بي خلل، شلون هاي الصوره اللي موجوده هنا، ممكن ايضا يسبب لي لوكالايزد سبيسنج. ابنورمال لارج تونج، حجم اللسان الكبير، شلون المريض الموجود بالسلايد السابق ماكروغلوسيا ممكن يدفع الاسنان الى الامام ويسبب لنا سبيسنج. abnormal tooth size يعني عندي مايكرودونشيا، اسنان صغيره مع arch normal او arch كبير راح يسبب لنا spacing. abnormal anomaly in number of teeth يعني عندي هايبودونشيا او عندي اوليغودونشيا، شنو الهايبودونشيا شنو الاوليغودونشيا هاي لازم تراجعوها، واللي هي نفسها نفس المعنى congenitally missing teeth او اكو بعض الاسنان المفقوده هي ايضا يعني تكون ضمن خانة الأوليغودونشيا أو الهايبودونشيا. بوني باثولوجي لما أكو سيست داخل العظم، واحدة من الشغلات اللي تخليك الشك أكو سيست، وأكيد أنتوا درستوها بالأورال ميديسن وخطوا أنواع ذني راح يفرقن الأسنان، يبعدن الأسنان عن بعضهن البعض فيسوون سبيسينج، وأيضا يكون هذا السبيسينج لوكالايزد مو جنرالايزد. شوية تركزوا لي على هاي النقطة اللي هي premature loss of permanent teeth. هنا بالspacing عندنا premature loss of permanent teeth، بينما بالcrowding كان عندنا عيني كان عندنا premature loss of deciduous teeth، وهذا فرق كبير. soft tissue anomalies مثلا عندنا labial frenum labial attach labial frenum attach اللي هو سوينا ميديان دايستيمن، ممكن هاي يسبب لوكالايزد سبيسينج يكون موجود بالميد لاين. كلينيكال فيتشرز اوف سبيسينج، spacing may be present in one or both dental arches. Spacing may be localized or generalized, unilateral or bilateral or midline diastema. ما راح أعلق على الموضوع، أعتقد هاي الصورة كلش كافية على the clinical features of spacing. كدايجنوزز للحالات اللي ترتبط مع السبيسنج اكو شغلتين كلش مهمة. طبعا الكلينيكال اكزامينيشن جدا واضح انه المريض عنده سبيسنج، لكن انا من المهم اعرف انه السبيسنج هو لوكالايزد هو جنرالايزد هو سببه اكو فد مشكلة سوفت تشو او سببه هابتس او سببه باثولوجي موجود بالبون. فمن الكلينيكال اكزامينيشن يعطيني فد نظرة عامة للموضوع، الدور اجي للكاست على مود اقيم الوضع مات السبيسنج. ذكرت لكم بالسلايدات السابقه انه ضمن الكاست راح نقدر نحسب السبيس افيلبل والسبيس ريكوايرد، وعلى اساسه اني مثلا هل احتاج اغلق المسافات بدون ما اضيف اسنان امبلانت زرعات، او على سبيل المثال اذا كانت المسافات كبيره ممكن اجمع الاسنان افتح سبيس اخلي بي زرعه. هاي الزرعه راح تشتغل شلون احنا السياره على مود نمنع انه السياره تدحرج، نخلي الحجاره جوه التاير مالتها، هذا راح يشتغل مثل التحجير للارش على مود بعد ما يفتح مره ثانيه. ممكن لا بالعكس ما اخلي امبلانت، ممكن اني لما اقيس حجم السبيسنج الموجود على سبيل المثال بعد تعاون مع طبيب التجميل ممكن نسوي لها فينير بدون الحاجه للتقويم.
إذا كانت المسافات موزعة بشكل ملائم نسوي لها فينير. فالكاست جدا مهم بعد الكلينيكال اكزامينيشن. الراديوغراف أنا أعتبرها جدا مهمة، ومو فقط للغرض اللي مذكوره هنا، هو ذاكر انه انا اعرف اذا اكو بوني باثولوجي موجود عندي او اكو ان ايربتد تيث مسببه سبيسنج، وهاي مهمه وواضحات ودائما استخدمه. لكن الاهم من الاشعه انه اعرف اكو تقدم بالانسايزرز لو ماكو تقدم. نرجع نعيد نفس الزاويه، زاوية الأبر 1 تو اس ان، الزاوية ما بين السنترال والاس ان، هاي الزاوية اللي مقدارها 104 على سبيل المثال. إذا كانت الأسنان طالعة مثلا الزاوية 110 115، ذني أنا لما ألم هنا راح ترجع الزاوية إلى 104، بينما المريض لما هنا أقدر أرجع أقدر ألم الأسنان، بينما لما المريض هو اصلا عنده 104 وعنده سبيسنج، لما المهن الابر 1 تو اس ان راح تقل، معناها احتمال افكر احافظ على موقع الاسنان ضمن الارش لان هذا موقعهن صحيح، احاول اكبر الاسنان، احاول افتح سبيس واخلي زرعه وهكذا. فالاشعه لها ثلاث استخدامات، اعرف اذا اكو امباكتد امباكشن ببعض الاسنان، اعرف اذا اكو عندي باثولوجي يسبب لي سبيسنج، وأعرف أيضا إذا الزوايا مات الأسنان أقدم أو أرجع. وبعد أقدر أخدمك بموضوع، أقدر أعرف إذا أكو فرينم أتاش، بالفرينم أتاش بالأشعة راح يبين أكو نوتش فد هيجي بوني نوتش، فد أكو شعفورة مالت عظم بين ذن السنين، دليل إضافة للكلينيكال تيست اللي هو أجر الفرينم ويبين عندي، هذا هم يعطيني أنه أكو فرينم أتاش. أهم شغلة بالعلاج للسبيسينج إنه أوخر المسببات إذا كانت أكو مسببات إضافية، مثلاً لازم أوقف الباد أورال هابتس، الثوم سوكينج، الديجيت سوكينج، التونج ثرستينج باستخدام الهابت بريكر أبلاينس، مثلاً الكريبس اللي مستخدمة على مود التونج ثرست. إذا شفنا بالأشعة أكو باثولوجي أكو سيست، لازم اوخر السيست على مود اعدل الاسنان، ما اعدل الاسنان والسيست موجوده. لما اكو سوفت تشو ابنورماليتي مثلا الفرينم اتاتش، الفرينم اتاتش لها في الطريقه، يعني لو كان عندنا دايستما، ركزوا لي شويه، التفتوا لي على هذا الموضوع شويه مهم. لو كان عندنا دايستما بين التو سنترال انسايزرز وشديت اني تقويم، الفرينم اتاتش ارفعها قبل ما أغلق المسافة بالتقويم لو بعد ما أغلق المسافة بالتقويم؟ يفضل بأغلب الحالات أنه أغلق المسافة ما بين الأسنان باستخدام التقويم، وورا ما تنغلق المسافة أدز المريض على مود يسوي الأبو البريو على مود يسوي الفرينكتومي. السبب أنه إذا شلت الفرينام قبل ما أغلق المسافة التشو، وأنا رح أقصه راح اسوي تروما، الخلايا راح تتعوض فايبروس تشو، هاي الفايبروس مثل قيطان الحذاء قويه ما بيها مرونه ما تنضغط، واجي انا اضغط عليها الاسنان راح اسوي ريلابس. بينما عكس الفكره، لما اغلق الاسنان واشيل الفرينوم راح يصير عندي سكار، راح يصير عندي فايبروس تشو، هاي ما بيها قابليه على التمدد، فراح تحافظ لي على الاسنان لازقه بعد ما يقدرن يبتعدن واحد عن الثاني. او على سبيل المثال مو السوفت تشو، هنا اكو ديسيديوس تيث ريتين ديسيديوس تيث، يمكن ما ذكرتها انا بالايتيولوجي، اخر نقطه هي ايضا مهمه، ريتيند ديسيديوس تيث. الريتين ديسيديوس تيث ممكن يسبب لنا كراودينج اذا طلع عن الاسنان الدائميه بغير مكانهم، بينما ممكن يسبب لنا سبيسينج اذا منع عن الاسنان الدائميه انه يطلعن، فذني احتاج اشلحن على مود الاسنان الدائميه تطلع، على مود السبيسينج اقدر اقضي عليه. لما يكون عندنا سبيسينج شلون اعالج السبيسينج؟ عندي ثلاث طرق لعلاج السبيسينج. الطريقة الأولى باستخدام Removable Orthodontic Appliances، والطريقة الثانية باستخدام Fixed Appliances، والطريقة الثالثة باستخدام Conservative الحشوات. هسه غلق السبيسينج باستخدام Removable Appliances
أعتقد أن سألت هذا السؤال بالقاعة، سألت السؤال كالآتي: هل ممكن أغلق spacing باستخدام الـ Removable Appliance؟ والأغلبية الساحقة جاوبت لا. السبب أنه أنا على مود أغلق الـ spacing أحتاج Bodily Movement، متفقين عليها. أنت لما تحرك السن أنت تريد فقط تجمع الكراونات، لو تريد أيضا تجمع الكراونات والروتات، أنت تريد تجمع الكراونات والروتات، على مود تجمع الكراونات والروتات تحتاج أبلاينس يعطيك بديلي موفمنت. من يعطيك بديلي موفمنت؟ الريموفابل أو الفيكست؟ الريموفابل اللي خضناه بالمرحلة الرابعة ضمن محاضرة الريموفابل أبلاينس، قلنا هو يمتاز بالتيبينج موفمنت، تيبينج يعني ليبيولينجوال. أما بديلي موفمنت ميزوديستال ما عنده هاي القابلية العالية بحيث يحرك بديلي، أصلا ما عنده بديلي موفمنت. لكن أقرأ لكم أنا اللي موجود: simple removable orthodontic appliances with labial bow يعني هولي arch finger spring may be used to closing space. ما مقتنع بالموضوع. Using fixed orthodontic appliances بوجود البراكيتات وبوجود، انتبهوا لي هنا لما قاعد يغلق السبيس مستخدم سيم ريكتانجولار يعني سيم مستطيل، يعني السيم القطر مالته مو دائري، القطر مالت السيم يكون مربع، هذا راح يشتغل مثل سكة الحديد. هذا طبعا ما نقدر مباشرة نخليه أول سيم، نحتاج نخليه سيام صغيرة بالبداية 14 16 18، يعني لا تدققون وياي، بس على مود اوصل لكم انه بالبدايه نخلي سيامه صغيرونه راوند، وبعد نخلي سيم ريكتانجولار يشتغل مثل سكه الحديد يحشر داخل البراكيت، فتتحرك الاسنان قريب للبديلي، مو بديلي 100%، يعني مع الفيكست هي ما تتحرك بديلي 100%، تتحرك بديلي زائدا تيبينج. من يساعدني؟ الالاستيك تشين، كلوز كويل، الالاستيك والالاستيك ثريدز، لاني كلها لاستيكات تحاول تجر الاسنان ميزودستالي وتغلق المسافات ما بين الاسنان. واخر نوع لما المريض مستعجل، اكو صغر بحجم الاسنان، ما نقدر نلم الاسنان لانه الزوايا مات الاسنان ما تتحمل النيزوليبيال انجل، المنتوليبيال سالكاس، الابر 1 تو اس ان، الاي ام بي اي انجل، ما يتحمل ان يرجع الماوث. بعد ممكن المريض ايضا عنده جم سمايل، مع رجوع الاسنان تزداد الجم سمايل، فبذاك الوقت اني اسوي له حشوات على مود اغلق السبيسز. ان احنا بكل بساطه نحوله على ابو التجميل، يطي راي ابو التجميل، يتناقش مع المريض، يراوي كشغل اولي، عندهم بعض طرقهم هم الخاصه، يقتنع المريض ويشتغل. management of class 1 mal occlusion with rotation، نسبة حصول الروتيشن مقارنة مع السبيسينج مع الكراودينج هي أقل. شنو معنى الروتيشن؟ هي دوران الأسنان is the movement of teeth around their long axis. ممكن الروتيشن يكون بسن واحد، ممكن يكون بمجموعة من الأسنان، ممكن يكون بأرش واحد، ممكن يكون بالأرشين، ممكن يكون مايلد، ممكن يكون سيفير. نجي للمعلومة المهمة الأولى اللي هي هاي. شنو هي المعلومة؟ المعلومة هاي تقول بأنه rotation anterior teeth occupy less spaces. الأسنان الأمامية، خلنا نطلع القلم، الأسنان الأمامية تكون الميزوديستال width مالتها عالي أكثر من البكولينجوال، فلما يصير بها rotation راح تاخذ مساحة أقل، عكس الأسنان البوستيرير. كمثال هاي المولر، انتبهوا لي على هذا المثال اللي هنا، كمثال هذا المولر، لاحظوا لما هو قاعد طبيعي ما ياخذ مساحة، ياخذ مساحة أقل من إنه لو صار بي روتيشن. هذا بعض لما صار بي روتيشن المساحة الخضاها أكثر. فر الفكرة، معناها على مود أصلح وأسوي دي روتيشن للأسنان اللي هن مفترة الأمامية، فأني أحتاج أوفر لهم سبيس إضافي، بينما لما أعدل الأسنان الخلفية راح تعطيني سبيس إضافي، gaining more space. هاي شغلة. الشغلة الثانية أيضا مهمة بهذا الموضوع، أنه نسبة الريلابس
بتصحيح الروتيشن عالية. ركزونا على هاي الصورة. لما انت تجي الى سن مثلا بمريض عمره 20 سنة، هذا السن صار على سبيل المثال 10 سنوات على هذا الوضع، وتجي انت تصلح الروتيشن مالته، انت راح تسوي ستريتشنج للفايبرز المحيطة به، البي دي ال كلها. هاي البي دي ال تحن للمكان القديم، وما الحب الا للحبيب الاولي، تحن للمكان السابق، تحن للمكان القديم، فتحاول تسوي شنو؟ تسوي ريلابس من جديد. على مود امنع هذا الريلابس احتاج شغلتين. الشغله الاولى يطلقون عليها البيرسيجن. البيرسيجن شنو؟ البيرسيجن هو اني سيركونفرنشال سوبرا كريستال فايبروتومي، اجيب الشفره احاول امشيها داير مداير السن اللي كان بي روتيشن، وكانه اخلع البي دي ال المحيطه بالسيرفايكال اريا على مود ترجع تسوي ري ارينجمنت على الوضع الجديد. هذا الحل الاول. الحل الثاني، انا احتاج لونج تيرم ريتينشن. شويه هذا السلايد ركزوا لي على المواضيع الموجوده به لانه مهم. types of rotation واللي تعتبر يعني بديهية الروتيشن، أما الأسنان تفتر ميزولينجولي أو ديستوباكالي، أو تفتر ديستولينجولي أو ميزوباكالي، تحفظوها بهاي الطريقة. الكلينيكال فيتشرز مالت الشخص اللي عنده روتيشن بالأسنان، يشوف انه المظهر مالته يكون مو حلو، ممكن يجمع عن أسنان أكل عفوا، ممكن يسبب انكاريز، وأيضا يسبب للمريض bad oral hygiene او difficulty in maintaining good oral hygiene، يعني اذا تطلعون عليهم المواضيع. diagnosis للحالات اللي يكون بها rotation، فهي شوف العين المريض اول ما يفتح حلقه راح يبين عندنا الاسنان اللي بها rotation. يعني ككلينيكال اكزامينيشن ممكن اعرف الروتيشن، والاهم من انه اعرف المريض عنده روتيشن اعرف مقدار الروتيشن اللي عنده المريض، يعني سنه قد مفتر. بعد ثاني شغلة تعطيني أيضا أنه المريض عنده روتيشن هو الستدي موديل، أيضا يعطيني يخليني أعرف مقدار الروتيشن الموجود وشلون أنا أقدر أعالجه. يمكن من أهم نقطة موجودة بعلاج الروتيشن هي هاي النقطة، أنه على مود أعالج الروتيشن أنا أحتاج أطبق دبل فورس تكنيك. Derotation of rotated teeth require application of coupled force. يعني شنو معناها؟ شنو coupled force؟ خلنا ناخذها هنا وبعدين نرجع لعدنا. هذا السن، هذا السن على مود أفره لازم أسلط قوتين، قوة بهذا الاتجاه وقوة بهذا الاتجاه على مود يفتر السن. هاي شي صحولها يسهولها coupled force. هل ممكن تطبيقها بالريموفابل أبلاينس؟ نعم ممكن تطبيقها بالريموفابل أبلاينس، وممكن تطبيقها بالفيكست. الريموفابل أبلاينس أسوي أبلاينس هم الزد سبرينج، وين القلم، هم زد سبرينج وهم ويا ليبيال بو، يعني هولي آرش، هولي آرش وزد سبرينج. هذا الزد سبرينج راح يدفع السن بالاتجاه نهاية الزد سبرينج، يعني هذا إذا أخليه بهاي الطريقة فراح يدفع السن بهذا الاتجاه، هذا لو اخليه بهاي الطريقة ايضا راح يدفع بهذا الاتجاه ويسوي لنا دي روتيشن للاسنان. Using fixed orthodontic appliances على مود اعالج الروتيشن، هم اذا كان الروتيشن سيفير مثلا على سبيل المثال هذا التوث بي روتيشن، شلون اعالج؟ اول شغلة احتاجها انه انا لازم افتح له سبيس باستخدام الاوبن كويل، اوبن كويل او السبرينج، هاي اول نقطه. اثنين اسلط عليه كابل فورس، واحده تسحب بهذا الاتجاه واحده تسحب بهذا الاتجاه الى انه يبدي يطلع عندي الليبيال سيرفيس. اذا بدا يطلع عندي الليبيال سيرفيس مالته بهذا الوقت احتاج سوبر الاستيك واير، يطلقون عليها النايتاي واير. شويه ركزوا لي هنا، تصحيح الروتيشن اما يكون باستخدام الالاستيك او يكون باستخدام الوايرات اللي هي مرنه اللي هي يطلقون عليها الناي تاي واير او السوبر الالاستيك واير. ويحتاج على مود اصلح السن المفتر انه انا اوفر له سبيس، اما اقلع
او افتح بالكويل، يعني اسوي اوبن كويل، او اسوي اكسبانشن للارش، او اسوي انتر بروكسيمال ريدكشن. ريتينشن فولوينج كوركشن اوف روتيشن. هسه احنا عندنا المال اوكلوجن واللي هو الروتيشن. الروتيشن على مود نصلحه استخدمنا coupled force removable appliance اللي هو زد سبرينج وليبيال بو، او استخدمنا الفيكست appliance باستخدام السوبر الاستيك نايتاي وايرز، واحتاجينا نسوي space gaining space creation قبل ما نفر الاسنان بالاكستراكشن بالاكسبانشن بالانتر بروكسيمال ريدكشن، وصلحنا الاسنان. اجتنا هسه مشكلة بموضوع الروتيشن، وهو انه الجنجايفال فايبرز اللي تحيط بالاسنان اللي بيها روتيشن متعلمة على الوضع القديم، ترفض الوضع الجديد، يراد لها فترة، يراد لها longer time to recognize the new position. وقربنا المعنى مالت هاي الفكرة مالت الفايبر، انه مثل الحبيب اللي يحن الى الحبيب الاول مالته، مثل الانسان الغريب اللي يحن الى موطن الاول. البيت الشعري شي يقول: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول، كم منزل في الارض يألفه الفتى، وحنينه ابدا لاول منزلي. وهذا الشغل قاعد تشتغله الجنجايفال فايبرز، تعاند ويراد لها فترة اكثر من سنة يالله ما تسوي روتيشن مرة أخرى للتوث. فمعناها أنا أحتاج ريتينشن لفترة طويلة. من أوفر هذا الريتينشن؟ إذا كان عندي سن واحد، خلي ألون لكم إياها، إذا كان عندي سن واحد فأستخدم طريقة اسمها باند آند سبير، اللي هي نفسها الموجودة بالصورة. باند آند سبير هي فد حديدة نخليها على السن، على الأوكلوزال سيرفيس مالته، على مود ما يصير بي روتيشن من جديد. وإذا كان عندي أكثر من سن، مثلا الأسنان الأمامية كان بيهن روتيشن، فأستخدم من الكناين إلى الكناين فيكست ريتينر، أخليه من الكناين للكناين وأثبته على كل الأسنان على مود ما يفترن. شغلة ثانية احنا هم ذكرناها، نقدر ذني الجنجايفال فايبرز اللي هي تحب حبيبها الاول، ثاني بالسكينه نهددها، نسوي لها شنو؟ نسوي لها بيرسيجن فايبروتومي، اللي هو نحاول نبعدها عن السن على مود ما تبقى مجدوده بهاي الطريقه، وتسوي ري ارينجمنت راح يقلل لنا الريلابس مالتها. مانجمنت اوف باي ماكسيلري بروتروجن. معنى كلمة باي ماكسيلري يعني ماكسيلري اند مانديبولار بروتروجن. ضمن الموجود هنا ممكن انه يقصد بالباي ماكسيلري بروتروجن هو تقدم البيزل بون، وايضا تقدم بروكلاينيشن بالابر اند لور انتيرير تيث. ذول الاشخاص اللي يتقدم هم عندهم العظم او الاسنان مالتهم هم ايضا تتقدم، شنو الفيتشرز اللي تكون عندهم؟ اولا المنطقة هاي كلها تبين متقدمة، يعني صير عندها فليرينج بالدنتو الفيولر ستراكشرز، سواء بالماكسيلا سواء بالماندبل. ينتج عنها انه اكو بروميننس يصير بالابر اند لور ليب، واهم شغلة انه يصير عنده كونفكس بروفايل، اللي اكثر شيء يزعج المريض انه هاي المنطقة تكون عندها بارزة. وانقل نص العبارة الشغلات التضوجهم يقولون لما ناخذ صورة جانبية، ركزوا قاعد يركزون على البروفايل المراجعين، لما ناخذ صورة جانبية نلاحظ انه هاي المنطقة بارزة بروز عندنا تقدم بها، بمعنى انه اكو كونفكسيتي حاد بالبروفايل. هاي نص عبارة المرضى. كلينيكال فيتشرز مالت الباي ماكسيلري بروتروجن اعتبرهن جدا مهمات لازم تنتبهون عليها، اللي هن ينقسمن الى قسمين: اكسترا اورال مهمات جدا، والانترا اورال ايضا كلش مهمات. الاكسترا اورال خلني نجي لها شويه، احنا سعدنا تقدم بهذا المكان، خلي نمسح هاي اللي رسمناه، عندنا تقدم
بهذا المكان. بس أسألك سؤال، النيزوليبيال أنجل سامع بيها؟ تتذكرها لو زهايمر حد عندك حاليا؟ إذا عندك زهايمر حاول تراجع محاضرة اللاترال سيفالو لأنه موضوعها مهم، وإذا تتذكرها فالخير وهلا. النيزوليبيال أنجل هي الزاوية اللي تكون ما بين النوز وما بين الأبر ليب، وهذا مقدار الزاوية مهم، تقريبا 100 إلى 110. وأكو فشي اسمه منتوليبيال سلكس، هم مذكورة بمحاضرة الكلينيكال إكزامينيشن. محاضرة النيزوليبيال أنجول بالكلينيكال إكزامينيشن مذكورة، ومذكورة باللاترال سيفالو. والمنتوليبيال سلكس اللي هي بالضبط هاي المكان، موجود بأيضا محاضرة اللاترال سيفالو، وموجود بمحاضرة الكلينيكال إكزامينيشن. ذني الشغلتين بالنسبة إن أهل التقويم جدا مهمات، يعني إحنا ذني نعتبرهن علامات السوفت تيشو. إذا كان مضبوطات معناه الوجه يكون لطيف وحلو، وإحنا كأطباء تقويم حديثين نهتم بالسوفت تيشو. ذني إيش راح يصير بيهن للمريض اللي عنده باي ماكسيلاري بروتروجن، مثل ما ذكرنا اللي هو دنتو الفيولر، هم دنتال وهم الفيولر. تقدم الماكسيلا، النيزوليبيال انجل قلت عند المريض، اذا ديكريز ان ذا نيزوليبيال انجل ديو تو بروكلاينيشن اوف ماكسيلاري انتيرير تيث. ما نقول ديكريز وانما نقول شلو منتوليبيال سلكس، سلكس يعني انخفاض، ديو تو بروكلاينيشن of lower incisors. من المحتمل لما ذني يتقدم كلش الأبر واللور، واللب يكون حجمها ها شوية يعني بالقوة مدبر روحه، فراح يصير عندي لب incompetent. بينما عند بعض الأعراق اللي هم أصحاب البشرة السوداء يمتازون عندهم الأبر لب واللور لب لارج، فشوفها هم عنده باي ماكسيلاري بروتروجن لكن عنده competent لب. وأكثر شيء مثل ما ذكرنا يزعج المراجعين إنه يكون عندهم كونفكس بروفايل، وجههم من الجانب أكو بروز بهاي المنطقة، وهذا شيء يزعجهم ويخليهم يحتاجون علاج التقويم ويبحثون عن علاج التقويم. Intraoral features كلش مهمات وحلوات. شنو الشغلات اللي ألاحظها عند المريض اللي عنده باي ماكسيلاري بروتروجن؟ الاحظ عنده، خلينا نجي ناخذ النقطه الثانيه، كلاس 1 مولر ريليشن شيب، كلاس 1 كناين ريليشن شيب، كلاس 1 انسايزر ريليشن شيب. لانه اذا قلت كلاس 2 انسايزر ريليشن شيب اختلفت الوضعيه كلها، اختلف المسمى، صار مو باي ماكسيلاري بروتروجن. على مود يكون عندي باي ماكسيلاري بروتروجن لازم ذني الثلاثه كلاس 1، وهاي مهمة. بعد هم اكو تقدم بالاسنان بروكلاينيشن، وهم اكو تقدم بالعظم بروتروجن. موضوع الاشعة يعتبر من المواضيع المهمة، شلون اني باستخدام اللاترال سيفالو اقدر اعرف انه هذا المريض عنده باي ماكسيلاري بروتروجن؟ اولا الزاوية اللي اسمها انتر انسايزال انجل، واللي هي الزاوية عبارة عن خطين، يعني اللونج اكسس مات الماكسيلاري انسايزر واللونج اكسس مات المانديبولار انسايزر، يتقاطع ويصنع عن زاوية. هاي الزاوية اذا قلت صار عندي باي ماكسيلاري بروتروجن. اثنين، انكريز انسايزر IMPA وانكريز الزاوية الثانية اللي هي أبر 1 تو أس أن، يعني المريض اللي ألقى عدة زيادة بالأبر 1 تو أس أن، علاقة الماكسيلا سنترال مع الكرينيال الأس أن مقدارها 104، إذا لقيتها 110 ولقيت الآي أم بي أي اللي مقدارها اللي هي عبارة عن اللور إنسايزر مع المانديبولار بلين اللي مقدارها 95 لقيتها 100، يعني زيادة بالاثنين معناها باي ماكسيلاري بروتروجن. بعد انكريز SN و SNA و SNB، يعني اكو زيادة بالSNA والSNB، المريض عنده باي ماكسيلاري بروتروجن. وبعد اكو فشي اسمه انكريزد SNPR و SNID. شنو الSNPR والID؟ شوفوا لهاي الصورة.
البي ار هو العظم ويا السيرفايكال لاين مات الابر انسايزر، والاي دي هو العظم ويا اللور انسايزر السيرفايكال لاين، ذني مع الاس ان يصنعن زاويه، اذا زادن معناه اكو بروتروجن. وهنا يقول هو ما اتدخل بهذا الموضوع، in cases associated with bimaxillary prognathism ذني اذا زادن اكو دليل انه العظم متقدم prognathism بالبون متقدم الى الامام. ويا موضوع التريتمنت اوف bimaxillary protrusion يحتاج انه نسلط الضوء عليه كونه مهم. البايماكسيلاري بروتروجين هو يعتبر وضع وكأنه وضع متعادل ما بين السوفت تيشو، ما بين التونغ من جهة والأبر واللور ليب من جهة، في حالة انه كان عندي كومبيتنت ليب، يعني المريض يقدر يسد حلقة طبيعي ومتقدمة الماكسيلا والمانتبل عده، صار عده بروتروجين، يعني افضل علاج انه يتقبل الوضع. السبب شنو؟ السبب انه اني على مود ارجع لازم اقلع مثلا على سبيل المثال الفورات الفيرست بريمولرز، ولما ارجع الاسنان باتجاه اللسان وهو عنده كومبيتنت ليب معناها اني قاعد اخربط التوازن اللي موجود ما بين التانك والابر واللور ليب، نسبه الريلابس تكون جدا عاليه. ذول النوع الاول اللي عندهم كومبيتنت ليب. الاشخاص الثانيين اللي عندهم انكومبيتنت ليب يعني حلقهم مفتوح عندهم بايماكسيلاري بروتروجين ايضا، هم اذا سويت لهم قلعت لهم الفورات وسويت لهم ريتراكشن واختفى عندهم البروتروجين، ايضا عندهم حتى ذولة اللي بعدين اللي راح تقعد عدله يكون الريلابس اقل، لكن ايضا يبقى الريلابس عالي. فشنو اللي يحتاجوا permanent retention is advisable بالحالتين، يعني بحالتين البايماكسيلاري بروتروجين سواء كان competent lip او سواء كان incompetent lip يحتاج انه نعطيه مدى الحياة مثبت. اذا المريض وافق على مدى الحياة مثبت بذاك الوقت انا اقلع له يا اسنان اقلع له الفور upper and lower four 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 with maximum anchorage، يعني ممكن اخلي براغي تاد ما بين ال 6 وال 7 تاد ما بين ال 6 وال 7 وأبدي أسحب الكناين بالبداية باستخدام التقويم الثابت، وبعدي أسحب الإنسايزرات، أغلق المسافات، ريتينر مدى الحياة، وتنتهي السالفة كلها. Management of bimaxillary protrusion، كل شيء موجود بالbimaxillary protrusion عكسه صار عندك bimaxillary protrusion كحالة كلينيكال فيتشرز اكسترا اند انترا اورال فيتشرز هي العكس تماما، كتريتمنت كسيفالومتريك فايندينجز هي بالضبط عكس ما موجود بالباي ماكسيلاري بروتروجن. بالباي ماكسيلاري بروتروجن از ا كونديشن كاركترايزد باي بروتروجن اوف بوث ابر اند لور انتيرير تيث ريزولتينج ان اهم ما بالموضوع concave facial profile، هاي المنطقة تكون عند المريض داخل للداخل. الكلينيكال فيتشرز الاكسترا اورال والانترا اورال هن معاكسات تماما مثل ما ذكرنا للباي ماكسيلاري بروتروج، مثلا انكريز نيزولابيال انجل عكس الديكريز اللي صار هناك، يعني هاي الزاوية اللي موجودة ما بين النوز والأبر ليب تكون أكثر من الطبيعي. ديب منتوليبيال سالتكاس كونكي فيشل بروفايل ذني طبعا جدا مهمات انه تحفظوهن. الانترا اورال فيتشرز كلاس 1 مولر كلاس 1 كناين، ما اعرف ليش ما ذاكر كلاس 1 انسايزرز. ماكسيلاري اند مانديبولار انتيرير تيث ريتروكلاينيشن retrognathic bimaxillary arches ايضا retrognathic يعني عظمي retroclination مثل ما ذكرنا سابقا يكون بالاسنان. السيفالومتريك فايندينجز حطيت لكم اني هاي العلامه هو بالضبط معاكس تماما للبايماكسيلاري بروتروجن، increase interincisal angle decrease incisal mandibular plane angle decrease upper 1 to sn decrease SNA و SNB
decrease SNP PR و SNID نفس اللي موجود. وايضا ذني بالاخير يطن indication للretrognathic bimaxillary arches. treatment ممكن لتريتمنت ما مالت الباي ماكسيلري ريتروجن، يعني اكون اقصان بالزوايا، ممكن باستخدام الفيكست ابلاينسز بالتقويم الثابت، ممكن انه احنا نخلي نسوي اول حتى ما يتعبنا هوايه، مجرد انه الاينمنت اند ليفلنج للاسنان راح ترجع الزوايا طبيعيه، ونصلح الباي ماكسيلري ريتروجن او ريتروكلاينيشن اذا كان بالاسنان، اذا كان بالعظم مشكله. اما اذا كان المريض جروينج بيشنت مثل ما ذاكر هنا، ممكن باستخدام الزيت سبرينج، باستخدام في شيء اسمه موديفايد دبل كات ليفر سبرينج اللي هو هذا الموجود هنا، يتخلى على اسنان الاماميه بالابر واللور، راح يتفحن الى الامام ويوخر لنا الريتروجين الموجود بالاسنان، او باستخدام الجاك سكرو، لكن مو جاك سكرو اللي احنا نحطه بالمنتصف اللي يفتح باتجاه الجانبين، لا، هذا جاك سكرو ما بين البوستيرير بارت والانتيرير بارت، نوعا ما هذا الشيء فعال يشتغل بالجروينج بيشنت، وبالتفعيل مالته تو بير ويك يعني مرتين بالاسبوع راح يدفع الى الامام ويوخر لنا الباي ماكسيلري ريتروجن. آخر موضوع مذكور بالمحاضرة هو نوع من أنواع الكروس بايت، ما أعرف تتذكروه أو ما تتذكروه، يصيحوا له السيزر بايت. اختار أنه يكون هو نوع من الأنواع اللي راح نتعلم شلون نعالجها بموضوع الكلاس 1 مال أوكلوجين associated with scissor bite. السيزر بايت شنو؟ لو كان هذا تشيك الخد، ما يصير عندنا كروس بايت اعتيادي طبيعي بحيث الماندبل هو يكون متقدم على الماكسيلا، راح يكون عندنا سيزر بايت، بمعنى ماكو اي كونتاكت بين الابر مولر واللور مولر. هاي الصورة تلخص لك الموضوع كاملا. شنو اللي احتاجه على مود اصلح السيزر بايت اللي يكون عندي؟ اول شيء شلون اعرف السيزر بايت؟ كلينيكالي وباستخدام الكاست. شلون اصلحها؟ لازم احتاج في شيء اسمه كروس الاستيك، طبعا تقويم ابر اند لور يحتاج المريض، تقويم ثابت ابر ولور، ورا ما خلينا تقويم ابر اند لور راح نخلي الالاستيك ما بين الليبيال سيرفيس مات الابر واللينجوال سيرفيس مات اللور. الالاستيك ممكن قياس 1.8، ممكن قياس 3.16، هو الالاستيك انواع تتخلى تثبت، يثبت بوتوم على اللينجوال سيرفيس مات اللور، وهو اكو تقويم ثابت على الليبيال سيرفيس مات الابر، ويستخدم الاستيك، وعاده يفضل استخدام اللاستيك. هاي الجهه كروس الاستيك، والجهه الثانيه يستخدم الاستيك عادي مو كروس، ما بين الليبيال سيرفيس مات الابر ما بين الليبيال سيرفيس مات اللور. شنو سبب استخدام الاستيك من الجهتين؟ على مود ما يصير عندي شيفتنج بالماندبل الوحدة من الجهات، يعني لو بس استخدم إلاستيك على وحدة من الجهات احتمال الماندبل راح يصير بيه شيفتنج والمريض يتعلم يفتح أو يغلق باتجاه. فش نسوي احنا؟ نوازن الجهتين، جهة نخلي بيها كروس إلاستيك والجهة الثانية نخلي بيها إلاستيك عادي ما بين الليبيل سيرفيس مات الأبر والليبيل سيرفيس مات اللور. ذكرت هذا الموضوع. احتاج بعد في شيء اضافي؟ نعم. شنو هذا الشيء اللي هو مثبته هنا؟ شنو هذا الشيء اللي هو خاله هنا؟ هذه سحوله اوكلوزال بلوك بايترايزر بوستيرير بايت بليت، على مود تسوي لنا ريليف للاوكلوجن، على مود تتحرك الاسنان بسرعه اكبر. بهذا طلابنا الاعزاء خلصت المحاضره. المعلومات الموجوده بهاي المحاضره هواي، الوقت اللي انتو بيه حاليا هو وقت حرج، يحتاج تقرون بانتباه، يحتاج تقرون وتراجعون المحاضرات السابقة. يعني كنصيحة من عندي، بويا اقروا، عوفوا التسخت هاي الفترة، شدوا حيلكم اقروا، باقي لكم شهر واحد وان شاء الله تتخرجون، ولما تقرون
ولادي بناتي راجعوا المحاضرات السابقة، يعني احنا بهاي المحاضرة ايش قد مرت علينا معلومات قلنا مذكورة بفلان محاضرة، مذكورة بفلان محاضرة، مو بس معناها مذكورة بفلان محاضرة هذا، انت ارجع للمحاضرة السابقة سواء كانت محاضرات المرحلة الخامسة او الرابعة، اطلع على المعلومة على مود تثبت بدماغك، اقرأ بشكل سريع، اقرأ بشكل مركز، واتمنى لكم الموفقية جميعا، وان شاء الله من نجاح إلى نجاح، ونشوفكم كلكم خريجين، وما بقى بس شهر واحد وتصيرون زملائنا إن شاء الله.